بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو غادي نخدمو التمرين رقم 7 صفحة 202 من كتاب المفيد في الرياضيات، دائما مع درس معادلة مستقيم. إذا نحدد معادلة المستقيم، دلتا المار من النقطة A ذات الإحداثيات ناقص 1 2، ومعامله الموجه هو 3 على 2. إذا دائما نتبعو نفس الخطوات اللي قلنا. معادلة المستقيم معادلة المستقيم دلتا تكتب على الشكل التالي. إذا معادلة أي مستقيم فكتكتب على الشكل، كندير المستقيم دلتا جوج نقاط وندير إيكغيك تساوي إم إكس زائد ب. كاين اللي كيدير ام اكس، كاين اللي كيدير ا اكس، المهم هاد ام ولا ا هو المعامل الموجه ديال المستقيم. اذا ولدينا حنا عطينا المعامل الموجه، ما غاديش نحسبوه في هاد الحاله. عندنا ام كتساوي شحال؟ 3 على 2. تنعطونا المعامل الموجه. اذا معادله المستقيم دلتا تصبح، غادا تصبح على الشكل دلتا إيكغيك تساوي إم لقيناها هي 3 على 2، عطاوها لينا، زائد بي. دابا شنو غادي نحدو؟ غادي نحدو الأرتوب عند الأصل. إذا لنحدد بي. إذا باش نحدو بي خصنا نقطة كتنتمي للمستقيم. هاهما عاطينا أ ناقص 1 2، إذا أ ناقص 1 2 كتنتمي للمستقيم دلتا. اي نقطه قلنا كتنتمي للمستقيم فهي كتحقق المعادله ديالو. اذا ا كتحقق الاصول ديالها والارتو ديالها كيحققوا هاد المعادله هنا، عفوا 3 على 2 اكس، 3 على 2 اكس، 3 على 2 هي ام و اكس ما نساوهاش. اذا ايغريك غنعوضوها بايغريك ا تساوي 3 على 2 اكس هي اكس ا زائد بي، يعني غنعوضو إيكغيك أ هي 2، هنا عندي 3 على 2، إكس أ هي ناقص 1، دونك في ناقص 1 زائد بي هي اللي باغين حنايا، واضح؟ إذا هنا غادي نحسبو هادي 3 على 2 في ناقص 1 هي ناقص 3 على 2، غنجيبوها هنا نخليو بي في الطرف الثاني ونحولو هادو هنا باش منبقاوش نديرو ناقص بي ونعاودو نحيدو ديك ناقص، دونك نخليوها دائما في الطرف الثاني. هنا 3 ناقص 3 على 2 غنحولوها غتولي زائد 3 على 2، دونك زائد 3 على 2. علاش؟ حيت هنا ضربناها في ناقص غتولي ناقص 3 على 2، حولناها غنقلبو الإشارة ديالها وغتولي زائد 3 على 2. هنا زائد 2 غنوحدو ليها المقام مباشرة ونكتبوها هي 4 على 2، دونك 2 راه هي 4 على 2 باش يكون عندنا نفس المقام، تساوي هنا بقات لنا بي. واضح؟ إذا اللي تلف يشد الأرض. ها شنو درت؟ إكس أي ناقص 1، ناقص 1 ضربناها في 3 على 2 هي ناقص 3 على 2، ناقص 3 على 2 حولناها ولات لينا 3 على 2، وهاد 2 وحدنا ليها المقام حيت هنا بحال على 1، ضربنا في 2 الفوق وضربنا في 2 لتحت، 2 في 2 4 و 2 في 1 2، صافي. 3 زائد 4 هي 7 على 2 هي بي. إذا بي كتساوي 7 على 2، حنا لقينا بي. وبالتالي ندير وبالتالي دلتا المعادلة ديالو المعامل الموجه قلنا هو 3 على 2، ندير بعدا إيكغيك تساوي 3 على 2 إكس زائد بي، بي هي 7 على 2 اللي لقينا دابا. إذا هذه هي المعادلة ديال المستقيم دلتا، دونك هذه هي معادلة المستقيم دلتا، واضح؟ إذن هذا هو التمرين 7. نخليو الفيديو الآخر نديرو فيه التمرين 8، مبغيش نجمعهم ليكم كيف ما قلت لكم في فيديو واحد، خليو كل تمرين بوحدو. نتوما ما عليكم إلا ديروا لايك بارطاجيو وخليو شي تعليق زوين، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. غنسجلو دابا غنخدمو فيه التمرين 8. يلاه تهلاو في روسكم ونتلاقاو في الفيديو الآخر.